هذا مليونير قرر فجأة أن يتخلى عن كل ثروته ويبدأ من الصفر من جديد، فقط ليثبت للعالم أن الأغنياء يمكنهم أن يصبحوا أغنياء متى شاءوا، ببساطة لأنهم يمتلكون عقلية المليونير. This does is it shows people that no, you don't have to have a big bundle of cash or you know daddy Warbucks behind you, that you can do this yourself. وكان التحدي الذي وضعه لنفسه أن يحول $100 إلى $1,000,000 فقط خلال 90 يوم، وبالفعل ترك المدينة التي يعيش فيها، حتى لا يقول أن نفوذه وشهرته ساعدته في تحقيق هذا التحدي، وذهب إلى مدينة لا يعرفه فيها أحد ولا يملك في حوزته إلا $100 الخاصة بالتحدي فقط. عندما وصل المدينة الجديدة خطته كانت أن يتجول في الشوارع ويأخذ الأشياء القديمة من الشارع ويبيعها، يعني بالعامية بياع خردة، فوجد مثلا إطار مرمي أخذه وحاول بيعه ولكنه لم يستطع ولم يفلح الأمر معه. حينها قرر أن ينتقل إلى الأعمال البدنية الحرة مثل تنظيف البيوت وتنظيف السيارات، وبالفعل عمل هناك وكان أجره سهيد جدا، فكان يبيت في سيارته أغلب الأيام كما تشاهد، وظل يأكل وجبة الأندومي واحدة يوميا لمدة 8 أيام. كان يحصل يوميا إلى الآن من كل أعماله $140 فقط، طبعا المبلغ قليل جدا لهدفه ولكنه لم يستسلم. المهم استمر في العمل واستغلال الفرص، فمثلا كانت المدينة مقبلة على مهرجان سنوي، فقام ببيع الهدايا التذكارية ومستلزمات الحفلات في المهرجان وحقق منها بعض الأرباح، ولكن فجأة مرض هذا الشخص خلال التحدي، وهنا اضطر إلى صرف 80% من المبلغ الذي قام بجمعه على الدواء، وبسبب مرضه كان لابد أن يستأجر بيت ليسكن فيه، فصرف 20% المتبقية من المبلغ، يعني باختصار عاد إلى الصفر مجددا ومدة 90 يوم في النفاذ. بعد تعافيه من مرضه وخلال تجوله في المدينة وجد مجمع لإطارات سيارات قديمة، قام بإعادة تدويرها وبيعها ليحصل منها على $1,500، وهكذا كذا عاد رأس ماله ليتنامى مجددا. ثم انتقل من بيع الإطارات القديمة بعد تصليحها إلى بيع السيارات المستعملة، قام بشراء سيارة مستعملة $700 وبعد إعادة تصليحها باعها $7,500، وتطور معه الأمر تدريجيا خلال 90 يوم حتى وصل اليوم 73 كان معه $80,000، ولكن ما زال المبلغ بعيد جدا عن المرصود. حينها جلس مع نفسه وقرر أن يقوم بعملية بحث دقيق عن احتياجات المدينة، فوجد أنها تحتاج وبشدة إلى مطعم شواء، فقرر أن يجمع فريق من الطهاة والمتخصصين وأن يدفع كل ما لديه ليستثمر في هذا المطعم الذي وصلت قيمته بعدها إلى $750,000. ورغم أنه لم ينجح في التحدي كاملا، إلا أنه أثبت أن عقلية المليونير أمر حقيقي ومهم. ولكن لو تحمست أنت الآن وقررت أن تقوم بتحدي مشابه، مثلا تحويل $100 إلى $100,000 في 90 يوم، صدقني بعد 90 يوم ستكون في السجن تخبر زملائك عن قصة سرقة بنك لأنك ببساطة لا تمتلك عقلية المليونير، هذا ما يخبرك به أصحاب الثروة. فهل أنت مستعد أن تتوقف قليلا عن عقلية الفقير التي تحملها وتتعلم كيف يفكر الأغنياء وكيف يقومون بجمع ثرواتهم؟ مستعد؟ دلوني على السوق. عندما هاجر عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين صحابي اسمه سعد بن الربيع، فقال له سعد بن الربيع: هلما أقاسمك مالي نصفين، يعني تعال لأعطيك نصف مالي. فرفض عبد الرحمن بن عوف هذا العرض المجاني وقال له: بارك الله لك في مالك، فقط دلوني على السوق. وبالفعل ذهب إلى السوق، وكان أول شيء اشتراه وباعه هو السمن واللبن، وبدأ ثروته منها، حتى تم تقدير ثروة هذا الصحابي الجليل المبشر بالجنة ب3,200,000 دينار، وهو ما يساوي 32 مليون درهم فضة. ويقال أنه عندما توفي ترك ذهبا قطع بالفؤوس حتى تعبت أيدي الرجال. كان هذا الصحابي الجليل يمتلك عقلية مختلفة، دلوني على السوق، هذه عقلية المليونيرات، عقلية السعي والمبادرة واقتناص الفرص وعدم التشكي والتباكي من ظروف المعيشة الصعبة، بل الطموح المستمر. سيدنا عبد الرحمن بن عوف عندما حضرته الوفاة أوصى لكل رجل بقي من أهل بدر ب400 دينار، وأوصى لكل امرأة من أمهات المؤمنين بمبلغ كبير، وأعتق بعض مماليكه وكان له مالا كثيرا. قبل أن نكمل أحبتي في الله هذه الحلقة برعاية منصة إيفست المختصة في التداول التي أخبرتكم عنها سابقا، إيفست هي شركة استثمارات وتداول عالمية مرخصة من قبل أعلى الهيئات العامة للرقابة المالية، يمكنك الاستثمار في الأسهم المتنوعة. وكما أخبرتكم سابقا هذه المنصة تمتلك قسم تعليمي كامل بهذا المجال يمكنك التعلم منه من موقعهم، كما أنه يمكنك الاستثمار بدون خبرة من خلال إمكانية طلب خطة استثمار مجانا
من خلال الرابط أدناه. تتميز منصة بسهولة الاستخدام وتقديم أسهم بعمولة 0%. عندما تسجل ستحصل على بونص بقيمة 100%، يعني إذا ودعت مبلغ تحصل على ضعفه للتداول به أيضا. تجد جميع الروابط في الوصف أدناه. الغني المسؤول والفقير الضحية. الفقير عندما يفتح مشروع ما أو يدخل في تجارة ما تجده يتوقع النجاح وينسى توقع الفشل من باب لا تفاول علينا. فالأغنياء يتوقعون الفشل كما يتوقعون النجاح. يجب أن تتوقع كلاهما وإلا لن تصل إلى الثراء. فلذلك تجد أغلب الأغنياء يغلب عليهم صفة البرود ولا يتوترون عندما تواجههم مشكلة ما، لأنهم بالفعل توقعوها مسبقا. ناهيك أن عقلية الفقير تعتقد أن المال الذي حصل عليه الأغنياء جاء بالمصادفة. مثلا تجلس مع أحدهم فيخبرك: هل تعرف فلان؟ هذا شخص كان يبيع على بسطة في الشارع فوجد حقيبة مليئة في النقود وفجأة أصبح صاحب شركات كما تشاهد. لا، وتجد المستمع مصدق لهذا الكلام. حتى في أحلام اليقظة الخاصة بعقلية الفقير، أقول عقلية الفقير وليس الفقير، تجدها غريبة. مثلا تجده يتخيل أنه يذهب إلى أوروبا وتعجب به فتاة فيكون أبوها غني وأبوه يعجب بقدراته الغير محدودة لأبعد الحدود، وفجأة يموت الأب وتموت الفتاة ويموت المخرج ويحصل على هذه الثروة ويصبح غني. هذه العقلية التي لا يجب أن تحملها. فالدراسات تثبت أن متوسط مدة تكوين الثروة هي 15 عام، وليس بتلك السهولة إطلاقا. الآن ما هي التطبيقات العملية التي تجعلني أعمل تحديث لعقليتي من عقلية فقير إلى عقلية مليونير؟ ابحث عن المشاكل. نعم، المشاكل. يقول المليونير روبرت إيلين: نجني المال من حل المشاكل، وكلما زاد عدد المشاكل التي نحلها كلما زاد المال الذي نجنيه. عندما بدأ التحدي الذي أخبرتك عنه في بداية الحلقة، أول شيء قام به صاحب العقلية المليونيرية هو البحث عن مشاكل في المدينة، وبالفعل بدأ بحلها، وكانت السبب الأكبر في تحقيق نجاحه في ذلك التحدي. فما يقوم به الأثرياء ببساطة أنهم يحققون الثراء من خلال حل المشاكل التي تواجهنا، فيقومون بحلها ثم يقومون بعرضها وبيعها لنا. ولكن عقلية الفقير تجعله يحبط أي فكرة خارج الصندوق ويتوقع لها الفشل قبل أن تبدأ، بل ويستهزئ بها. في النهاية أحبتي في الله، حاولت نقل ما أستطيع عن عقليات الأثرياء، ولكن هناك الكثير جدا من الخبايا التي أتركها لك لتبحث عنها في طريقك إلى الثراء. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.